فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل ترك القرآن وفتح القرآن في الإذاعة أو في المسجل يقرأ في المنزل الجديد هل لذلك وجه شرعي؟ إيش؟ هل ترك القرآن وفتحه للقراءة في المنزل الجديد هل لذلك وجه شرعي؟ لا، لا، ما له وجه شرعي. فتح القرآن في البيت لأجل طرد الشيطان هذا ليس له أصل، لأن المطلوب قراءة القرآن الحية، ما هي بالقراءة من المسجل، لأن قراءة القرآن عبادة، عبادة ولا يؤديها المسجل، يؤديها المسلم بلسانه. نعم. فالذي يريد فضل القرآن وفضل التلاوة يقرأ هو. نعم.